سيوروبول، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. تعرضت فرقة أليس والتي كانت تعرف سابقا باسم الريس للانتقاد مؤخرا لزعم البعض أنهن قمن بالسخرية من جانغ وون يونغ عضوة فرقة آيف في أحدث فيديو لهن. أحدثت جانغ وون يونغ فيما مضى ضجة كبيرة بطريقة أكلها للفراولة على برنامج The Manager، مما جعل العديد من الأشخاص يسخرون منها، واتهمها البعض بأنها متصنعة وتحاول بشكل مبالغ فيه أن تظهر بمظهر لطيف. لكن كان هناك من يدافع عنها أيضا بقولهم أن كل ما فعلت جانغ وون يونغ هو أكل فراولة ولا يستحق الأمر كل هذه الضجة، وهذه طريقة أكلها للفراولة. وفي أحدث فيديو شاركت به فرقة أليس على قناتها في اليوتيوب، شهدنا عضوتين من الفرقة وهن يقلدن طريقة أكل جانغ وون يونغ للفراولة ويضحكن وهن يفعلن ذلك. هذا هو المقطع. وسرعان ما جذب هذا المقطع اهتمام العديد من الأشخاص لزعم البعض أن العضوات كن يسخرن من جانغ وون يونغ، وحتى أن هناك من طالبهن بإصدار اعتذار رسمي لها. فما هو رأيكم في الأمر؟ وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوي جاسيو كومساميدا.